طيب شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم الفلوج ما اعرف شلون راح ابلشه بالضبط، بس لازم يبلش، فهسه بلشت اصور لكم. بس انا مو بدبي. طبعا قصه هذا الفلوج تقريبا صار لي 4 أشهر حاجزه تذكره حتى اجي ازور صديقتي مايرا في فرنسا، اللي هي زارتني قبل 5 أشهر تقريبا بدبي. كلش تونسنا سوا، فتوعدنا انه راح نلتقي هاي الصيفه بفرنسا بالمدينه اللي هي عايشه بيها اللي اسمها ليون. فانا حاليا بفرنسا بشقتها، it's super super cute، وراح اراويكم ايامنا شلون راح نقضيها. راح نروح الى 3 مدن تختلف. اول مدينه هي ليون اللي هي هسه عايشه بيها، وبعدين راح نروح لمدينه اهلها اللي هي اسمها نانت، وبعدين اخر شيء اكيد العاصمه اللي هي باريس. فراح اخذكم بجولات تجنن هذا الاسبوع، هاي ال10 ايام. فيس خلوكم وياي. I'm so excited. وهي هنا باي ذا واي، بس يعني صفي. هاي اهلا وسهلا. اخذت غفة مخيفة. هاي الغفة اللي انا هسه واعية بس مو واعية 100%، ما اعرف ايش ده يصير، بعدني ما قاعدة. ان شاء الله ان شاء الله بركت راح اصحصح بعد 10 دقائق، لانه بعدين راح نروح نكتشف اليوم. مايفا جابتني الاماكن، تسبلكمو؟ مكان اسمه تخابول بليون، اللي هو الأماكن اللي كانوا الجنود يتخبون بيها وقت الحرب. فتقدرون تمشون بالمدينة كلها بس جوا المدينة، يعني 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 جوا القاع خلينا نقول. وهاي العلامة هاي هي معناتها تودي لهاي الشوارع، هي التخابول. التخابول يس. ومن اكو هاي العلامة هنا المرسوم عليها عين وجواها سهم، معناتها اكو مثل مكان حلو ينشاف، مثلا لاندسكيب او فيو او شيء. تطبخ شيشان حبايب؟ شوفوا هذا الحايط، راسمين عليه ناس طالعين من الباكون وكأنه حقيقة، بس الرسم 3D. شوفوا البساطة، شوفوا الشوارع، الجسر، أجواء تخبل. ما أحلى هاي الأجواء. يعني هي أحلى شيء بالموضوع إنه من صديقتكم تندل المكان، هي تراويكم كل شيء، هي تكون الجي بي إس مالتكم، النافيجيشن. هذا سنتر ليون، نفس المحلات اللي بدبي موجودة، كلها موجودة هنا. نشتري سيم كارد حتى نبقى على تواصل مع الاهل، ومايفا ما قصرت كل شيء تراويني اليوم. راجعين الى بيت صديقتي هسه هسه. طبعا هذا شارع صديقتي هنا تنزلون، اوكي، واكو هاي الساحه هنا مال مطاعم هاي، وهي عايشه هنا على اليمين. لا سوري، ما عايشه هنا على اليمين، عايشه هناك على اليمين. انا ومايفا بدلنا وهسه راح نرجع لنفس المكان اللي كنا بيه، اللي هو السنتر، وراح نقعد ونتعشى ونشرب، وراح اخذكم وياي على هاي الاجواء الرومانسيه في اليوم.
pictures in your right car. Oui. طبعا اكو شيء حلو وكلش مشهور باليوم انه بالصيف الناس تجي هنا تاكل وتشرب على بواخر ما تتحرك يعني مثبتيها بالمي والناس يجون ياكلون ويتعشون هنا على غروب الشمس. صباح الخير حبايبي، اول يوم في اول صباح في اليوم. اليوم تدرون شلون راح نبلش الصباح مالتنا؟ كرواسون وهوت شوكليت على الطريقه الفرنسيه. راح اخذكم وياي هسه، بس خلينا نتحضر. طولنا وقت حبايب، طولنا وقت شويه نقعد. ماي جاد ارتوقع. صرنا جاهزين. وي ار ريدي تو هاف بريكفاست ان فرانس. طبعا ما احكيكم حاليا انا شبعت نزلات وصعدات. شنو هاي مدينه بالضبط؟ هيك كلها صعدات ونزلات. لو تشوفون البارحه كميه الدروجه صعدتها متت. شوفوا مكاننا الحلو. طوينيو. شوفوا طلبت هوت شوكليت وحط لي هاي الشوكليت وتموع بداخل الحليب. او ماي جاد او ماي جاد. صرتي فل ولا لا؟ صرتي فل؟ ايه. حبايب انا ومايفا هسه كملنا ريوق، رموشها طايره بالهواء. وهسه دخلنا بالليون القديمه اللي هي الفيو ليون يسموها بالفرنسي. هي عباره عن شوارع القديمه الحلوه اللي بها مطاعم القهاوي كافيتريات، فاجواء كلش حلوه. واللي يعرفني يعرف انه انا كلش احب الدرابين والشوارع الضيقه خاصه باوروبا بالصيف. هسه راح اراويكم اشارككم بهاي الاجواء. وراي هذا مكان كله بس صابونات. محل ثاني مال شموع. طبعا احنا كلش نحب الشموع وهاي سوالف انا صديقتي. اكيد بكل سفرة اروح لها او كل بلد لازورها لازم اشتري للاهل الذكريات هنا. شوفوا الفيو. بدلنا ولبسنا ملابس شوية أكثر كاجوال لأنه الموضوع اليوم بباخرة، وبعدين هم رح نرجع هنا وهم نبدل ثالث مرة ونطلع بالليل. واي؟ طبعا حبايب أنا وصديقتي على أساس نروح الباخرة وهسه راح نروح لها، يعني راح نوصلها بعد جزء 10 دقايق. بس هالقد ما اكو أماكن تجنن باليوم وبالشوارع دان نتوقف هواي وناخذ صور ونصنع محتوى للانستغرام وهاي السوالف، فيديوهات همين. فجاء نضيع كل شوي بالوقت، يعني كل شيء صار بالحزه لزه، يعني تلزيق، يعني نكمل من هذا المكان نرجع على البيت هنبدل نروح لهذا المكان وبعدين نعيدها. فان شاء الله يا رب كل شيء راح نلحق نسوي. وهي هاي هسه وراي وجاي حيل. هاي وين؟ وان شاء الله يس ان شاء الله راح نلحق نسوي كل شيء. وصلنا الى البارك اللي راح نركب بيه السفن. شوفي ماما هاي اللقطة إلك. أيوة so nice. هاي اللقطة اللي انتظرتها اليوم كله. بدنا نحاول نفرق بس صار اكو خلل بالموضوع. وي امتي حان وقت الموطة. ما يفا راح تعزمني على الموطة، انا عزمتها على الباخرة وهي راح تعزمني على الموطة.
حبايبي استنى شو تتمشى وي صديقتي، وسألتها هذا شنو، وقالت لي اه يس هذا ما حكيت لك عليه، بس هذا اكو واحد فنان عايش باليوم مسوي على الاقل فد يعني 1000 قطعة من هاي الموزايك وحطها طارس المدينة بيهن. حبايبي جهزنا الى قوعة الثالثة رابعة خامسة والله ما اعرف. وصلنا الى جروم المكان اللي عزمونا اليوم به، خلينا نشوف شنو عندهم. هذا الكوكتيل اللي خبل فريش يبرد جروم ليون، اذا انتم عايشين في ليون لازم تجون هذا المكان لانه يبيع كوكتيلات كلش طيبة. حبيبة شوية ديكوتي نتاكيت باقي. من تجون جوا نفس المكان اكو قاعة كاملة فرقة يجون هناك الويكند يعزفون. الساعة 8 باوروبا عبارة عن يعني اكو ضوء بعد، بس بدبي ظلمة فانا ما متعودة على هالوضعية. حبايب رجعنا للبيت وهالساعة ب 11:30، باكر ورانا يوم مزدحم لانه عندنا هواي اشياء لازم نسويها، باكر لازم انا ادرس واشتغل، صديقتي هم عندها شغل فراح ننزل جوا بفد مطعم ونقعد ونشتغل سوا، وبعدين راح ناخذ قطار ونتجه الى المدينة الثانية اللي هي اهل صديقتي عايشين بيها، فراح نزور اهلها باكر وراح نبقى بهاي المنطقة تقريبا 3 أيام الى 4 أيام، وهم راح اراويكم كل شيء اكيد. ولا تنسون هم تتابعوني على الانستغرام والتيك توك وهاي السوالف كلها، لانه يعني كلش هواي اشياء راح انشر واحط على صفحتي. فيا وشكل لكم حبايبي، تصبحون على الف خير واي تيل يو جود نايت، وشوف صديقتي النافق جود نايت بيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا حبايبي امتع عليكم ونشوفكم بالفلوج الجاي ان شاء الله الاسبوع الجاي.